إذن مشاهدينا، ينقضي عام 2023 غدا بكل ما حل فيه في هذا العالم المضطرب المأزوم من أحداث ساخنة، فتفتح صفحة جديدة مع عام جديد لعله يضمد جراح العالم بعدما حل به من حرب ودمار وصراعات تتجاوز حدود المعقول. ولما لا، فهذه هي السياسة وهذا هو قانون القوة الذي ساد بدلا من قوة القانون، فأقر شريعة الغياب في ظل تعقد الحسابات السياسية وغياب القيم الإنسانية، فسقطت أقنعة دعاة الديمقراطية والإنسانية ومدعي الحضارة وحقوق الإنسان في العالم، ليقف الجميع متسائلا عن مخرج حتما سوف تظهر ملامحه في العام الجديد، كل عام والعالم أكثر أمنا وتعقلا. وأنتم بكل خير مشاهدينا الكرام.